أعزائي التلاميذ، السلام عليكم، مرحبا بكم في طرح جديد. غادي نحبسوا شوية من فري فاير وبابجي وغنديكونيكتاو من تيك توك وانستغرام وغندوزو نقراو شي شوية لا فيزيك شيمي. إذا نبداو الدرس التالت من لا دوزيام اني كوليج. دونك غنبداو الدرس وغادي نعرفو اشنا هي الموليكول وشنا هي الاطوم وشنا هي العلاقة اللي بيناتهم. باش نعرفو هادشي كامل غادي ندير واحد ليكسبيريونس بسيطة. غادي ناخد اون ماتيير بحال دابا هنا خديت لو بابي الفوي اون بابي اوي. الى خديت هاد الورقة قسمتها على جوج ياك ونزيد عاوتاني نقسمها على ربعة صافي ونزيد نقسمها عاوتاني اون فوا اون فوا ونبقى غادي وانا كنقطع فيها بحال هكا كل مرة كتصغر ياك عاوتاني نزيد نقطعها عاوتاني. واش نبقى نقدر نبقى نقطع في هاد لافو اون بابي ان انفيني يعني بوغ توجور ديما نبقى نقطع 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 ما غنتقاداش ما غنحبش الا دونك غادي نوصل لواحد المرحله اللي غنوصل لواحد لا بارتي اللي صغيره بزاف. دونك هذا غير مثال هاد لا بارتي اللي صغيره بزاف واللي ما تتشافش كاع بالعين هذيك صافي ما غنقدرش نبقى نزيد نقسمها هذيك لا بارتي لا بلو بيتيت بارتي دو لا ماتير اصغر جزء من هاد المادة اللي هي بابي. نحط هاد الورق هادو ونكملو الدرس. دونك إلا خدينا هاد لافو اون بابي يعني الورقة هادي سيتي ماتيير هي واحد المادة ماتيير ياك هادي هي لا ماتيير وخديناها وحطيناها تحشم الميكروسكوب الكترونيك مجهر الكتروني هو بحال الميكروسكوب اوبتيك مجهر البصري اللي كتخدموا به في الاس في دي وكنتو كتشوفوا به لي سيلول الخلايا ديال البصله ولكن في الفيزيك كنستعملوا الميكروسكوب الكترونيك اللي هو اقوى من الميكروسكوب العادي. بون الى حطينا هاد لا ماتيير هادي اللي هي في اون بابي تحشم الميكروسكوب الكترونيك غادي نلقاو بلي هاد لا في اون بابي كتكون من وهاد الاجزاء صغيره بزاف دي بارتيكول. دونك هاد لا في اون بابي سو كومبوز دو بليزيوغ بارتيكول هاد لي بارتيكول هما صغار بزاف ما تنقدروش نشوفوهم لي سون انفيزيبل. دونك انا هنا غير درت واحد مثال تقريبي. دونك هاد لا في هادي تكون بزاف ديال الاجزاء الصغار الا خديت وحيده صغيره بحال هادي هادو بيان سور اي سون انفيزيبل من غير هنا درت لكم واحد الشكل تقريبي باش تفهم. الا خدينا وحده من هادي ودرنا لها الزوم يعني كبرناها صافي غنلقاو بلي هاد لا بيتيت بارتي هادي تتسمى اون موليكول جزيئه اون موليكول صافي يعني اون ماتيير سو كومبوز دو بليزيوغ موليكول صافي اون ماتيير كيف ما كانت يعني هاد الماتيير سوا كانت ان سوليد ان ليكيد ولا ان غاز اي سو كومبوز توجور دو بليزيوغ موليكول صافي. دابا هاد الموليكول هادي الا بغينا نشوفوها حتى هي مناش مكونه تلقاو بلي مكونة حتى هي من بليزيوغ بارتيكول بزاف ديال الأجزاء بهاد البارتيكول الوحدة تتسمى هادي لخدينا وحدة وحدة من بزاف لي كيكونو لينا لا موليكول غنبقاو بلي سميتها
ان اتوم، اتوم الذره، يعني اون موليكول سو كومبوز، يعني كتكون حتى هي من بليزيوغ اتوم. ما يمكنش موليكول تكون فيها اتوم وحده، دونك سوا كيكونوا جوج، سوا تيكونوا ثلاثه، سوا تيكون كثر. صافي، اتوم وحده ما كايناش. دونك ديما لي زاتوم، هاد لي زاتوم هادو بحال تيبغيو الوناسه، دونك ضروري تكون معاها اتوم اخرى. تقدر تكون كتشبه ليها، تقدر تكون مغايره لها، المهم تكون معاها اتوم ولا جوج ولا ثلاثه ولا بزاف اخرين. صافي، بون، دابا نعطيو خلاصه لهادشي. توت ماتيير سوليد ليكيد ولا غاز se compose de plusieurs molécules. Et chaque molécule se compose de plusieurs atomes. On va dire l'axe, on va dire plusieurs atomes associés, plusieurs atomes associés donnent une molécule. Et plusieurs molécules donnent une matière. وباش نعرفوا مدى الصغر ديال هاد الاطوم، الا خدينا وحده اطوم وحده، اطوم وحده من بزاف اللي تيكونوا لينا الموليكول، الا خديت وحده اطوم وحده، الديامتر ديال الاطوم، ديامتر يعني من هنا لهنا، الديامتر ديال ان اطوم تساوي ما بين 0.1 نانو متر و 0.3 نانو متر. النانومتر هاد اللي كرمز لها ب ان ام، النانومتر هو واحد الوحده صغر من المليمتر، حنا تنعرفوا بلي اصغر وحده هي المليمتر، دونك راه كاينين وحدات اخرى صغر من المليمتر، كاينه الميكرومتر، وعاد عاوتاني تحت من الميكرومتر كاينه هاد النانومتر. دونك ان نانومتر، ان نانومتر راه كيساوي 0.0000001 متر، يعني هاد النانومتر هذا راه صغير بزاف. دونك هاد لاطوم هادي راه ما نقدروش نشوفوها بالعين، سي اون بارتيكول انفيزيبل اليون، يعني واحد جزء من المادة اللي ممكن تشوفوه بالعين المجردة. دابا غادي ندوزو نشوفو الموديل موليكولار. كيف ما قلت لكم، اون موليكول ايت انفيزيبل على يونيو، ما نقدروش نشوفوها بالعين المجردة لانها صغيرة بزاف، دونك كنستعملو باش نشوفوها لو ميكروسكوب الكترونيك. وبحال الميكروسكوب اللي كتستعملوا في الاس في تي باش كتشوفوا لي سيلول ديال البصله، ولكن هذا ميكروسكوب قوى من هذاك ديال الاس في تي، سي تان ميكروسكوب الكترونيك تيقدر يبين لينا هذوك لي موليكول، وما تنقدروش نشوفوهم بلو، تنشوفوهم سوغ ان ايكرون دو بي سي. دونك الا بغينا نديرو امثله ولا تجارب لي موليكول هما ما كيبانوش، خصنا نستعملوا شي حاجه اخرى. الحاجه الاخرى راه هي لو موديل موليكولير، يعني واحد التمثيل غير كنمثلو هادوك لي موليكول، باش كنمثلوهم افيك دي سفير دو فورم اي دو كولور ديفيرون. اشنا هي السفير؟ هما كرات، الكره اللي تلعبوا بها في الماتشات، كره ولكن عندهم واحد الحجم واحد الالوان مختلفه، كاين اللي صغيره كاين اللي كبيره، وكل وحده عندها اللون ديالها. وقبل ما نتعرفوا على لو موديل موليكولير ونمثلوا هذوك لي موليكول، خاصنا نمثلوا بعدا لي زاتوم، حيت لي زاتوم هما اللي تيكونوا لينا الموليكول. بوغ لي زاتوم غادي نتعرفوا غير على اربعه اللي هما اكثر استعمالا، وهما اللي غادي نقراو في هذا الدرس. وغنبداو بلاطوم الاولى اللي كتكون دو بيتي تاي اون بلون، هادي سي لاطوم ديال الهيدروجين.
كاينه لاتوم الثانيه اللي بلو غروند كو لا بروميير كبر من الاولى ولا كولور نوار كتكون في الكحل هادي سي لاتوم ديال الكربون لاتوم الثالثه بلو غروند كو لي دو بروميير كبيره عليهم كتكون كولور بلو كتكون زرقاء هادي لاتوم ديال لازوت و لاتوم الرابعه والاخرى الي بلو غروند هي لا بلو غروند ياك بلو غروند كو سيل دافون هي اللي كبيره فيهم كاملين كتكون اون روج يعني اللون ديالها احمر هادي هي لاتوم ديال الاكسجين دونك بحال هكا تنمثلو هاد ربعة لي زاتوم الهيدروجين الكربون لازوت الاكسجين افيك دي سفير دو تاي اي دو كولور ديفيرون دابا ندوزو نعرفو لي سيمبول ديال شاك اتوم كيفما قرينا في بروميير اني بحال دابا الكيلوغرام ما تنكتبوش الكلمه كامله كنديرو لها غير سيمبول ك جي اولا المتر ما كنكتبوش متر كامله كنديرو غير بوتي تيم هادو سون دي سيمبول حتى هاد لي زاتوم عندهم سيمبول ديالهم في غالب الاوقات ماشي ديما ولكن في غالب الاوقات تناخذوا لا بروميير ليتر ديال السميه كتكون هي السيمبول بحال دابا انا في الهيدروجين لا بروميير ليتر هي اش دونك سيمبول ديال لاتوم ديال الهيدروجين هي اش ندوزو الكربون الكربون الحرف الاول هو سي دونك سيمبول هو سي نقزو هادي ديال لازوت نرجعو ليها وندوزو ديال الاكسجين الاكسجين سيمبول ديال هاد لاتوم ديال الاكسجين هو الحرف الاول او دونك سيمبول او دابا نرجعو للازوت لاتوم ديال لازوت السيمبول ديالها ماشي هو ا هو ان غتقول لي يا استاذ كيفاش هنا خدينا لي ليتر الاولين الحروف الاولى وهنا الحرف الاول هو ا بلاص ما نكتبو في السيمبول ا كتبنا ان انا غادي نقول لكم علاش بعض الخطرات هاد لاتوم هادي تيكونوا عندها جوج سميات بحال ديال لازوت لازوت عندها جوج سميات السميه الاولى هي ازوت والسميه الثانيه ديال هاد لاتوم هي نيتروجين نيتروجين ولكن اللي مشهوره بزاف هي لازوت هي اللي مشهورة واخا هاد السمية هي اللي مشهورة العلماء اتفقوا باش ياخذوا لا بروميير ليتر ديال السمية الثانية دونك ماشي مشكل خدينا هاد ان الحرف الاول ديال السمية الثانية اللي ما مشهوراش ديال لازوت وحطيناها في السام دونك هاد لي زاتوم اللي شفنا دابا ملي غادي تجمعوا دونك لاسوسياسيون لي زاتوم دون دي موليكول ملي كيتجمعوا دوك لي زاتوم تيعطيونا لي موليكول دابا غادي نشوفو كيلكو موديل موليكولير دونك غادي نشوفو سبعه اللي هما اساسيين واللي غادي نتعرفوا عليهم في هذا الدرس وغادي نبداو بالموليكول الاولى اللي مكونه من دو زاتوم اون روج وشفنا لاتوم اون روج راه هي ديال الاكسجين دونك دو زاتوم اون روج ملي كيتجمعوا كيعطيونا الموليكول ديال دي اكسجين دونك نكتبو هنا دي اكسجين الموليكول الثانية مكونة من دو زاتوم اون بلو لاتوم كي اون بلو هي ديال لازوت هاد الموليكول هادي سميتها دي ازوت موليكول الثانية مكونة من دو زاتوم اون بلون لاتوم اون بلون هي الهيدروجين هاد الموليكول سميتها دي هيدروجين ندوزو الموليكول الرابعة اللي مكونة من اتوم اون روج ديال الاكسجين و اتوم اون نوار ديال الكربون هاد الموليكول
هذه سميتها مونوكسيد دو كربون. ندوزو لهذا الموليكول اللي مكونه من ثلاثه لي زاتوم، جوج اون روج ديال الاكسجين وواحده اون نوار ديال الكربون. هذا الموليكول سميتها لو ديوكسيد دو كربون. ندوزو الموليكول الاخرى مكونه من اتوم اون روج ديال الاكسجين وجوج ديال لي زاتوم صغار اون بلو ديال الهيدروجين. هذه هي الموليكول ديال لو الماء. بقات لينا الاخرى، هذه الموليكول الاخرى مكونه من اربعه ديال لي زاتوم اون نوار ديال الكربون و10 ديال لي زاتوم صغار اون بلون ديال الهيدروجين. هاد الموليكول هادي كامله تنسميوها لو بوتان. بوتان البوتان راه هو الغاز اللي كاين في البوطه اللي تنطيبو بها. دونك السميه ديال الغاز اللي فيها منها جات السميه ديالها، كنقولو البوطه حيت فيها الغاز ديال البوتان. وكيف ما شفنا بالنسبه لي زاتوم شاك اتوم عندها واحد السيمبول رمز ديالها، حتى لي موليكول لا ميم شوز، ولكن لي موليكول تنقولوا عندهم دي فورمول. وغنبداو بموليكول ديال ديوكسيجين. هاد الموليكول ديال ديوكسيجين راه مكونه من اتوم ديال الاكسجين واتوم اخرى ديال الاكسجين، يعني جوج ديال او. دونك لا فورمول كنكتبو او 2، يعني كاينين جوج ديال لي زاتوم ديال او هي اكسجين. بالنسبه للديازوب عندنا اتوم ان واتوم اخرى ان، جوج ديال لازوب. دونك لا فورمول غتكون هي ان 2، عندنا جوج ديال لازوب. ندوزو للديهيدروجين لا ميم شوز، عندنا اتوم ديال الهيدروجين واتوم اخرى ديال الهيدروجين، يعني اش جوج مرات اش 2. بوغ لو مونوكسيد دو كربون هاد الموليكول هادي مكونه من وحده ديال الاكسجين ووحده ديال الكربون. دونك لا فورمول ديالها هي سي او. دونك ما كنكتبوش او سي، ما نصبقوش الاكسجين على الكربون. علاش؟ حيت هاد لي فورمول هادو سون دي فورمول انترناسيونال، العالم كامل متفقين عليهم. دونك صبقنا السي على او صافي، خاصها تبقى بحال هكا. صافي ندوزو لا فورمول ديال لا موليكول دو ديوكسيد دو كربون. هاد الموليكول هادي شنو فيها؟ فيها اتوم ديال الاكسجين اون روج، اتوم اخرى ديال الاكسجين اون روج، ومعاهم اتوم ديال الكربون. ديوكسيد دو كربون لا فورمول ديالو هو سي، كاينه غير وحده. دونك هاد ان ما تنكتبوهاش صافي، ملي تكون غير اتوم وحده بلا ما نكتبو ان، تنخليوها غير بحال هكا سي. وعندنا جوج ديال الاكسجين، يعني غنديرو او 2، جوج تنكتبو. ندوزو لا موليكول ديال لو، عندنا وحده غوج دونك ديال الاكسجين وجوج بيضين ديال الهيدروجين، يعني عندنا اش جوج اكسجين وحده. دونك لا فورمول هي H2O. بقات لينا ديال البوتان. الا شفنا هاد الموليكول ديال البوتان راه مكونه من اربعه ديال لي زاتوم نوار اللي هما ديال الكربون، يعني عندنا وحده جوج ثلاثه اربعه ديال الكربون. صافي دونك عندنا معاهم 10 اون بلون اللي هما ديال اش ديال الهيدروجين. صافي دونك 10 ديال الهيدروجين فوالا. دونك 4 ديال الكربون هي سي 4 و 10 ديال الهيدروجين هي اش 10. دونك لا فورمول ديال البوتان هي سي 4 اش 10.
دابا غادي نتعرفوا على الفرق ما بين ان كور بور سامبل و ان كور بور كومبوزي. دابا باش نعرفوا ما بين كور بور سامبل و كور بور كومبوزي خصنا ندرسوا لي موليكول ديال هاد لي كور. هنا خديت جوج ديال لي موليكول. موليكول الاول مكونه من دوز اتوم اون روج، يعني جوج ديال الاكسجين، واللي سميناها ديوكسيجين كنرمزو ليها ب O2. وخديت واحد الموليكول اخرى اللي فيها دو زاتوم اون روج وحده اون نوار، يعني جوج ديال الاكسجين ووحده ديال الكربون. هاد الموليكول سميناها ديوكسيد دو كربون وتنرمزو ليها بلا فورمول CO2. دابا اللي قلت لكم شنو هو الفرق ما بين هاد جوج ديال لي موليكول، الا لاحظتو مزيان الفرق اللي بيناتهم هو ان هاد الموليكول هادي لي زاتوم اللي مكونينها كيتشابهوا. عندنا اتوم غوج ديال الاكسجين مع اتوم غوج ديال الاكسجين بحال بحال كيتشابهوا. اما هاد الموليكول لي زاتوم اللي فيها مختلفين، عندنا وحدين اون غوج هادو بحال بحال ديال الاكسجين جوج، ولكن معاهم وحده اخرى مختلفه عليهم اللي هي اون نوار ديال الكربون. يعني هاد الموليكول هادي مكونه من دي زاتوم سامبلابل، لي زاتوم تشابهي، اما هاد الموليكول مكونه من لي زاتوم ديفيرون يعني مختلفين. هاد لي موليكول اللي فيهم لي زاتوم بحال بحال ملي تيتجمعوا بزاف ديال لي موليكول كيعطيونا ان كور un corps pur simple. Ça va? Ou had les molécules qui font les atomes différents, mais qui se mélangent beaucoup entre eux, tu as un corps pur. Un corps pur. ولكن ماشي سامبل بحال هنا، ان كور بور كومبوزي. هكذا تنكونو سالينا الدرس ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من كاع هاد المعلومات هادو اللي عطيتكم اليوم. ما تنساوش ديروا جيم على الفيديو، تبارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما، وتابوناو في لاشين باش يبوصلوكم جميع الدروس. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله، الى اللقاء.